عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسماء من قناة Everything with أسماء. اليوم جبت لكم أيضا وصفة جديدة بعد ما درت خبزة التورتية. ما نقدرش ندير خبزة بلا ما ندير لها شاورما ولا ساندويتش باش نقدر يعني حاجة باش ندير لها ساندويتش، فاخترت أني نعمل لكم شاورما. كنت عملت من فيديوهات سابقة، عملت لكم طريقة تحضير يعني هكذا التتبيلة تاع الشاورما، وما درتش كسرت الشاورما، درت التورتية العادية يعني الموجودة في الأسواق. دونك وعدتكم، قلت لكم كان اللي شافوا الفيديو قلت لكم باللي راح نوريكم طريقة يعني كيفاش طريقة احترافية كيفاش ديروا الشاورما هذيك اللي تاع برا اللي تجي هكذا واقفة وهي في البيت. الو هنا واش نحتاجو؟ هنا بلا ما نعاود هذيك التتبيله والحكايه تاع اللي حابه تشوف كيفاش عملت لصدر الدجاج، صدور الدجاج هذوما تقدر تروح تشوف الفيديو اللي حنخلي لكم اللين تاعو في صندوق الوصف. هنا تو سامبلوم خليته رقد يعني بزاف، خليته تقريبا نص نهار في الثلاجه، تقدري حتى تخليه ليله كامله احسن. كما قلت هذا صدور الدجاج متبله تتبيله الشاورما عاديه. هنا عندي شرائح تاع البصل عفوا، وهنا راح نوري لكم طريقه كيفاش نصنعها. اول حاجه بعد ما نخرجها راح ندير لها ملعقه طماطم، وندخلها. هنا راح نستعمل اليدين، من بعد راح نديرها بيديا يعني. نخليها دو كوتي وراح نوري لكم طريقه تاع تحضيرها مثل كما يديروها في المطاعم. الو حنا نحتاجوا هذا الشيء، هذا هو خاص بالورق المطبخ. مي انا قلت لي ما عندهاش هذا، ماشي مشكل، راح تجيب اعواد نتاع الشواء المشوى هذه. جيبي مثلا البصلان هنا، هذه استعملوها، هذه البصله مثلا هي كامله ماشي هكذا، وتعمليها هكذا يعني تدخليها بهذا الشكل، تركبيها بهذه الطريقه يعني بإحكام. انا هكا وريت لك فقط، ودخلي اشاك فوا دخلي صدور الدجاج كيما راح نقول لكم الشرائح تاعهم. انا الان مش هنستعمل هذه الطريقه، فقط حبيت نعطيكم هذا لاستيوس لانه مش كامل يعني عندنا، يمكن في نظن في مكانش منزل ما يخلوش من هذيك الاله. دونك راح نجيبها كيما راكم تشوفوا، لازم نبين لكم هكذا احسن. فوالا راح نجيب ورق الالومنيوم، نحطو اثنين يعني واحد بالعرض والاخر بالطول، لازم يكونوا بزاف بهذا الشكل. عفوا نجيب صدور الدجاج نتاعي، كما قلت لازم تكون مقصوصه الشرائح. راح نخلطها بيدي، هنا يدي تقدروا تستعملوا، انا استعمل يدي نورمال، تقدروا تستعملوا لي غون انا نو. وراح نبدا نجيب الشرائح ندير فيها يعني هكذا ثقب باش نقدر ندخل. اشوف هكذا هنا نحط لي رونديل تاع البصل ونزيد شرائح من الدجاج. عفوا هذه تقصت معليش، نضغطو سي با غاف. نزيد، عاوني روحك بالسكين، ونحط شرائح من البصل هكذا
مقياسات. انا راح نوريكم، يمكن اب يمكن هكذا تبان احسن حتى نكمل يعني كامل. كما قلت شرائح رقيقه، زوج خطأ، زوج شريحتين، ونزيدوا البصل وهكذا حتى نكمل كامل الخليط اللي عندي. كما راكو تشوفوا بعد ما خلصتها كامله، واش راح ندير الان؟ الان راح نقفل عليها بالاحكام اكونديسيون تشبحي عليها مليح. هكذا لازمنا ورق القزدير سينو هكذا. شاورما صغيرة في المنزل. فوالا و راح نحطها في الفرن على درجة 200 درجة. الأول نخليه سخون ومن بعد شوية نقص فيه 200 لمدة ساعة ونص ببخي هكذاك. بعد لما تلقيها طابت من داخل عاودي نحي لها هاد الورق وخليها تتحمر مليح. دونك انا واش راح ندير؟ راح نحطها كما قلت لكم في الفرن. فقط بالنسبه للشرائح كما قلت دوك نخلي لكم، نزيد نعاودها نخلي لكم الوصفه طريقه عمل شاورما في المنزل. نخلي لكم الفيديو تشوفوه، يعني الفيديو الفارط باش ما نبقاوش يعني بنطولوش في هاد لا فيديو. انا راح نخليها طيب ومن بعد راح نشوفوها في اخر حلتها. هاي لكم شاورما تاعنا بعد ما طابت. الوغ جيبو نتوما موس يكون يعني ماضي وتهبطوها كيما لي سبيسياليست. انا بيد وحده سمحوا لي لاني نخدم الكاميري بالاخرى. دونك فوالا راح نقصها ونديرها ساندويتش ونوريها لكم في الساندويتش تاع التورتيلا. تورتيلا صح. راني خلصت لي ساندويتش تاعي. هاي التورتيا تاعي كيفاش حشيتها بالساندويتش نورمال. حطيت الشاورما وحطيت تحطوا واش تحبوا، حطيت السلطه ايتو. دونك ها هي الشاورما تاعنا. دونك ان شاء الله يا ربي تجربوها وتقولوا لي بلي جاتكم مليحه. وبسلامه كاملين.